السلام عليكم. هنتكلم الآن على المتابعين، احنا في الباور فلو اناليسيس هنتكلم على الاتيريتيف سوليوشن ميثود المتاحة عندنا ككل في هذا المجال او اكزامبلز منها. الآن السكند اوردر بالانوميال، لو عندي فانكشن معرفة as y equal h of x، زي هاي f of x اللي عندي وهي ال x اللي عندي. y depends non-linearly on x، يعني example y equal 1 plus 4x plus x squared. This is a second order polynomial solving y equal 0. الآن بنقدر نجيب الحل عبر اللي هي ال quadratic solution اللي احنا عارفينه مسبقا. فبيطلع عندي ال x1 تساوي 0 minus 0.268 و x2 equal minus 3.73. similar formulas exists for third and fourth order polynomial. higher order polynomial cannot be solved analytically. numerical solution is needed. هذا بقول لي ليش الحاجة للنوميريكال سوليوشن. الان احنا لو بدنا نجربه ممكن نجرب النوميريكال سوليوشن على سكند اوردر، بس هاي الفورمولاز موجوده للسكند والثيرد والفورث اوردر. هاير اوردر لازم اروح للماتماتيك الاعقد اللي هو الايتريتيف سوليوشن اللي عندي، اللي هي تيجي ضمن النوميريكال اناليسيس. طب هذا ايش بنعمل فيها؟ بنقول let the actual x root be x star. make the first initial guess x of 0 equal 4. calculate h of x of 0. do something with x of 0 and h of 0 to make a better estimate of the root, say x1 which lies closer to x star than x0. in this way x of 0 is approximated. اللي عندي the algorithm converge if اللي موجود عندي ايش هو ال h of xn minus h of x of n minus 0. النورم تبعها هاي is smaller than a predefined epsilon، وهذه رقم صغير جدا. تشالنج دائما do something smart with x of 0 and h of 0. يعني هذا الاتيريتيف ميثود اللي عندي ايش بيقول لي بالضبط؟ يعني خلينا الخصها لكم حاجه بسيطه. الان بدي ابدا من نقطه، وفي النقطة هاي بدي أعمل يعني نقطة من X برافقها إيش؟ حل. الحل هذا ليش بدي أعمل فيه؟ بدي أضلني أزود أو أنا يعني أغير في الموجود عندي. يعني إيش بدي أضيف؟ بدي أروح من X of 0 لقيمة جديدة. القيمة الجديدة مثلا هان 4، بدي أروح لخمسة وأجرب إيش بطلع. لو الحل اللي لقيته عندي هان بيكبر، معناته الاتجاه اللي رايح فيه بدي اروح في اتجاه ثاني، بدل ما اروح خمسة بدي اروح لثلاثة وبشوف لقيت الاتجاه الموجود عندي النورم هذا صار يصغر، معناته انا ماشي في الاتجاه الصحيح، بصير انقص في القيمة تبع x في زيرو. الان لو لقيت حالي وفجأة صار يكبر الرقم، معناته ايش؟ بدي ارجع تاني لاخر منطقة نزلت فيها هاي، وبدي اصير اصغر الموجود فيها. الان لما اصغر في الانكرمنت اللي عندي اللي هي الزيادة اللي بحطها على x هذه، معناته انا قربت للx of 0. لما هذا الرقم اللي عندي يوصل لنقطة صغيرة، يعني خلينا نقول يبطل يصير اصغر من الابسلون اللي انا حاطه، معناته انا وصلت لمنطقة بنسميها sub optimal area. والsub optimal area هي المنطقة اللي بتعطيني لايش الصليوشن. الان في الجوريتم جاهزة، يعني انا مش لازم اروح اخترع له الويل. فهي ايش بتقول لي؟ جاس سيدلز ميثود. هاي طريقة هي بتحلي هذه الشغلة. ايش هذه بتقول لي؟ مثلا ها ري رايت اتش اوف 0 ايكوال 0 انتو اكس ايكوال اف اوف اكس. اف اكس اند اف اوف اكس انترسكت we found x star. لما x اللي عندي و f of x يصير تقاطع بينهم وصلنا لإيش الـ optimal solution. الآن هاي اللي عندي إيش بدي يصير عندي؟ بدي أجي أطلع عليها. لما أقول عندي h of x equal 1 plus 4x plus x squared اللي عندي، لو عملت هذه
الموجودة هان كتبتها بطريقة تانية، يعني صار عندي واحد بلس اكس سكوير، بدأ هذه جبتها يعني هذا عملتها بتساوي زيرو، وهذه جبتها على الشقة التانية، يبقى ايش بدي يصير عندي؟ اكس بدها تساوي، بدي اقسم هذه على ماينس اربعة، بدي تعطيني ايش؟ ناقص واحد ناقص سكوير على فور، وهذه سميتها الاف اوف اكس اللي عندي. صحيح، يعني اف اوف اكس بتساوي اكس اللي عندي. لما هذول يتقاطعوا بتصير عندي وصلت لايش؟ للسوليوشن اللي انا بدي اياه. Make a first initial guess for the root. Example, x of 0 equal minus 3. Calculate f of x 0 and make this value x1. الآن calculate f of x1 and make this value x2 and so on forward. واحنا بدنا نصير ايش؟ ناخذ الفرق بينهم اللي هي هذه الموجودة عندي واشوف هل هي أصغر من إبسلون، وإبسلون هنا تبقى رقم صغير. then x of n equal لما هذه توصل عند النورم الديستنس او النورم بين التنتين يصير اصغر من ابسلون، معناته انا وصلت لايش؟ للاوبتيمال فاليو. الان easy to implement but may need a lot of iteration for x of 0 equal 4 the method does not converge اللي عندي هذا، لانه لما بتساوي x of 4 بدها تساوي 4، هذه من الشغلات الموجود عندي. طلع عندي هان يعني الكونفرجنس بده يكون عندي في هذا المجال، في هذه النقطة أو هذه النقطة اللي بدي يوصل فيهم، اللي هي تقريبا لما تيجي تطلعها عند الحل الموجود طلع عندي قبل شوية. بس هذه من الشغلات اللي بتحس إنه في إشكالية بتحصل في احيانا بتوصل لمناطق انفينيت لوب، يعني لوب بضل يلف. الحاجه الثانيه الانيشال جيس مهم جدا هان، يعني لو انا ما بديتش بدايه صحيحه بصير في عندي اشكاليه لاصل للحل النموذجي. الان طريقه ثانيه بنسميها نيوتن رافسون ميثود، هذه let the actual root be x. Make the first initial guess x equal 4. Calculate h of of h x 0. Calculate the derivative of h of x 0 اللي هي ايش؟ d of h of x 0 على dx. اللي عندي بدي يصير عندي x 1 اللي هي بدها تساوي بناء x of 0 minus derivative اللي عندي اللي هي h of h على derivative الموجودة عندي، يعني هذا بدي اشوف في اي اتجاه رايحة لعندي. calculate until اللي عندي هنا النورم اللي هي distance between x of h of x of n minus x of h n minus 1 اقل من epsilon. الان الشغلة المهمة ليش؟ الderivative اللي عندي. الderivative بدها تكون يعني اعملها determination at every iteration، يعني انا بدي احسب فيها، لان الدريفيتيف هي بتعطيني السلوب وين رايح، يعني هل انا بالزياد او نقصان في هذا المجال. طبعا هذه طريقة، واللي شفناها قبل شوية طريقة بتختلف عنها. الان هذه نيوتن رافسون ميثود ادق في هذا المجال اللي عندي. الان الباور فلو كالكوليشن لما نتكلم عنه بدي اطلع على مثال معين. الان the system shown below determine the relation between the current and voltage by applying Kirchhoff current law والنود فولتج ميجر with respect to node 0 اللي هي الرفرنس. يعني هنا الموجودة عندي موجودة الادميتنس، هذه باعتبارها الباس، وهذه الايش؟ اللاين اللي عندي. لما بدي اجي بدي اطلع على النود اللي هان بدي اطلع ايش فيها؟ في عندي تيار اللي هان وفي تيار من هان وفي تيار اللي هان والتيار اللي هان. بدي اجيب التيارات هذه واقول مجموعهم بيساوي زيرو. عند هان في تيارين، التيار اللي جاي عبر الادميتنس واي بي والتيار الثاني الواي سي الموجودين هذول، وهذول حيكون بيساوي زيرو. هنا عندي ايش؟ ثلاث تيارات، واحد اثنين الثلاثة الموجودين. الآن هذا حنصيغها زي ما تشوفوا على شكل المعادلة اللي عندي. الآن I1 إيش بدي ساوي؟ U1 اللي هي الفولتج اللي عندي،
هاي الاي واحد اللي عندي، هان الواي اي اللي هي الفولتج تبعها، هو نفس الفولتج تبع السورس اللي هي يو واحد في الواي اي الموجوده عندي في الادمتنس الموجوده عندي، لانه التيار ايش بيساوي؟ الفولتج على الريزيستنس او الامبيدنس. لما قلنا الواي هي الادمتنس اللي هي واحد على الامبيدنس، فهي نفس الشغله اللي عندي. الان هذه لما اجي للبي ايش اللي عندي؟ اللي عندي الفرق الجهد بين الفولتج تبعت هذه اللي هي يو واحد اللي ها ناقص يو اثنين اللي ها، هذا مضروبه في الادمتنس اللي عندي. نيجي للثالث، هذا التيار اللي هان ايش اللي عندي؟ هنا عندي يو واحد ناقص يو ثلاثة مضروبه في الواي دي زي ما انتم شايفين. هذول قلنا بيساوون الاي واحد. نيجي للنقطه عند النود اثنين، عندي النود اثنين ايش عندي؟ عندي هذا التيار اللي هان اللي هو عباره عن يو اثنين ناقص يو واحد في الواي بي، هاي التيار اللي هان، وهذا التيار عبارة عن ايش؟ يو اثنين ناقص يو ثلاثة في الواي سي اللي عندي. هدول مجموعهم لانهم داخلين على هذه النقطة بدي يساوي ايش؟ زيرو. الان نيجي للموجود عندي، هذا التيار اللي داخل اللي عندي هان اسمه اي 3، بدي يساوي مجموع اثنين الموجود عندي. اثنين هذا ايش؟ اليو ثلاثة الجهد اللي هان ناقص يو واحد في واي دي، وهذا ايش؟ يو ثلاثة ناقص يو 2 في الواي سي اللي عندي. الان عملية اعادة ترتيب، هاي عندي هدول حطيتهم على شكل اكويجن، هاي عندي الواي واحد مضروبة فيها في الواي ايه، اليو واحد مضروبة في الواي اي، اليو واحد هذا مضروبة في الواي بي، والواي واحد مضروبة في الواي دي. هاي عندي هنا واي واحد واي 2 واي 3، حطيت كل الموجود هنا. الثاني حطيتها هنا، الثالثة حطيتها هنا. ايش بلاحظ هنا عندي؟ الادمتنس عند هذه النقطة المشبوكة انجمعت، يعني هاي الادمتنس عند هذه، هذه وهذه جمعتهم في هنا اللي عندي الادمتنس عند هذه النقطة، هاي هذه وهذه انجمعوا. الادمتنس اللي عند هذه النقطة هاي واحد اثنين هاي الثلاثة، هاي هم مجموعين. الآن البقية اللي عندي هان حطيت، يعني لما جيت هان ايش طلعت عندي في النود الاولاني؟ عندي ايش ضل عندي؟ هاي الواي اي عندي، وهاي الواي بي والواي اي دي، هاي الواي بي وهاي الواي دي، وهنا ايش الموجود يعني. يعني بشكل عام هذه الماتريكس هي عبارة عن سيمتريك ماتريكس. ايش سيمتريك؟ يعني لو حطيت طلعت على الدياجونال بلاقي اللي بتشوفه في هذه الشقة في الاسطور هذا حتشوفه في الأعمدة، اللي بتشوفه السطر هذا حتشوفه في الأعمدة نفسها. هذا بنتكلم عنها لاحقا لما نعطيكم أمثلة في هذا المجال. الإكزامبل اللي شفناه قبل شوية هو يعني هذا اللي بنحكي فيه generalizing for any system the network admittance matrix y bus، هذه بسميها الواي الاي مضروبة في الواي باس، في الاي بتساوي الواي باس مضروبة في اليو اللي عندي. هذا الدايمنشن تبعها ان باي واحد، هذا الدايمنشن ان باي ان، يعني هذا كان عندي ثلاثة نودز فثلاثة بثلاثة، وهذا الفولتجز اللي عندي الموجودة اللي هي ايش؟ ان باي واحد اللي هي ثلاثة بواحد. The total number of network buses أو node اللي هي N. There are two ways to build the Y bus manual أو through the incidence matrix. هذه through the incidence matrix هذه inspection زي ما عملنا قبل شوية. Through the incidence matrix هذه بنسميها ليش؟ باستخدام the graph theory. The graph theory اللي هي علم بفرجينا كيف احنا نسوي الانسيدنس. هاي المانوال انسبكشن بدك تيجي تعمل زي ما عملنا قبل شويه، اجي اطلع على الاي واحد واشوف مين مشبوك، مين مشبوك حواليه، واعمل نفس الخطوات الموجوده. هاي الاي واحد المشبوك عندي ايش؟ اليو واحد اللي عندي في فيش الا برانش واحد هنا اللي مشبوك معه ال واحد. الان عندي اثنين، هاي واحد اثنين ثلاثة الموجودات هدول، عند ثلاثة عند هاي واحد هاي اثنين الموجودين اللي هم
زي ما انتم شايفين هذه وهذه انحطت، عند أربعة هاي هذه وهذه هاي المجموعات. الآن بعدها بشكل وبشوف مين موجود، لأنه هنا واحد فيش اللي عندي إلا الباقي بحطهم بالماينس وبمشي فيهم في هذا المجال. ونفس الشيء هنا عندي هاي النقطة الموجودة عندي، هاد بدي أجي أطلع مين مشبوك عندي. المشبوك هاي الأربعة بدخلها بالماينس، والاثنين بدخلها في الماينس، هاي الواحد في الماينس. أجي لهدول في عندي الأربعة جاية هنا بالماينس زي ما شفنا قبل شوي، لأنه هذا بدأت هاي من الظل عندي، ظل الثلاثة بالماينس. وهنا إيش طبيعة إنه موجودة عندي اللي هي السيمتري تعمل لي زي هيك. الآن الدياجونال إلمنتس اللي هي واي اي جي الصم اوف اول ادميتنس كونكتد تو ذا نود، شايف هذه هاي. الآن الاوف دياجونال إلمنتس ايش الواي اي جي؟ النيجاتيف اوف ذا ادميتنس بتوين اي اند جي، يعني النيجاتيف بتوين هن هي اللي بتسوي. مثلا هذا ايش اللي عندي؟ هذا بدك تطلع فيهم الموجود عندي هاي الواحد، هذا ايش اللي تضل عندي؟ الاثنين والاربعة في هذا المجال. الاثنين بدك تطلع عليها هي الاليمنت الثاني الموجود نيجاتيف ادميتنس اوف بتوين نود اي ان جي، هذا ايش اللي عند السطر الثاني والعمود الثالث. يعني هذا الاي عندي بدها تكون في هنا 2 في 2، هذا ايش بدها تطلع 2 في 3 اللي جاي بين 2 و 3، وهنا اللي جاي بين 2 و 4. طلع عندي 2 و 4 مين موجود بالنيجاتيف؟ هاي بين 2 و 4 اللي هي ال 2 زي ما هاي بنحطها في النيجاتيف. هنا جاي بين 2 و 3، هاي 2 وهاي 3، ايش اللي جاي؟ ال 4. شفتوا كيف يعني هذا اللي بجيبها؟ الان هذه مثلا بدي اجي جاي من ايش؟ بين هذه اي اللي عندي واحد والجي كام؟ اثنين. بين واحد واثنين وين؟ هاي الواحد واثنين ايش اللي عندي؟ ال واحد بالنيجاتيف. في عندي بين واحد وثلاثة فيش حاجة، عشان هيك اخذت صفر. واحد واربعة فيش حاجة مشبوكة، عشان هيك اخذت صفر. وضحت هذه؟ هاي المانوة. الانسيدنت ماتريكس هذه مور كونفينينت فور اوتوميتد جنريشن اوف ذا باي باس ان لارج نتورك، هذا بنعملها باستخدام الكمبيوتر. الواي باس اللي شفتوها قبل ايش بتساوي؟ الاي ام ترانسبوز في الواي بي في الاي ام. اذا انا جبت هذه زي ما حكينا هي عباره عن البريميتيف ادميتنس ماتريكس، يعني هذه بحط كل الاليمنت الموجوده عندي في الادميتنس. هاي عندي الواي بي ان بي باي ان بي ماتريكس، والان بي اللي هي نمبر اوف برانشز. الان الاي ام هذه بنفرجيكم كيف بنعملها. الان الاي ام الاستراكشر تبعها بيختلف شويه. كيف يعني؟ يعني اف ذا البرانش از نوت كونكتد تو ذا نود، يعني هذا البرانش لو قلت البرانش هذا أربعة مش موصل مع النود بحط له صفر. اف ذا كورنت ان ذا البرانش از دايركتد اوي، يعني طالع من النود بياخد ايش؟ واحد. اذا هو دايركتد توورز النود بياخد سالب واحد. يعني انا بدي اشوف الهاد الماتريكس اللي عندي، يعني هذه بدي اطلع على الواحد هذه اللي عندي. هذه ايش قلت؟ هذه بنحط بنطلع عليها. هاد هل التيار اللي جاي فيها من واحد اللي عندي طالع ولا داخل على النود؟ بلاحظ انه التيار هنا اذا بدك تطلع فيها هاي حسب التعريفة تبعتنا ايش هنا؟ directed away from the node، يعني رايح من النود. فهذا معناته ايش؟ انه بدي ياخد واحد. لو directed towards the node بدي ياخد سالب واحد زي ما انتو شايفين في وين رحنا ايوة سالب واحد اللي عندي. يعني اطلع على هان التيار اللي عندي اللي جاي من هذه. اولا بدي اجي اطلع عندي هات الواي جاي من وين؟ من واحد لاثنين اللي عندي. في عاثنين ايش رايحة هان؟ رايحة في اتجاه اثنين. التيار طالع من هان رايح في اتجاه اثنين، يبقى هذه بياخد واحد وهذه بياخد عندها كام؟ سالب واحد. طلع عندي هان الثانية، بدي اجي عند النود اثنين. عند النود اثنين ايش عندي الموجود؟ بدي اجي اطلع جاي من اثنين لا ايش؟ لا اربعة.
من 2 لـ 4، من 2 لـ 4، هذه وين رايح التيار؟ رايح من 2 في اتجاه ايش؟ 4، وهكذا بنمشي فيهن في هذا المجال. The power flow equation اللي هي الـ I بتساوي الـ Y باس في الـ U ها اللي عندي. The element between nodes I and J of the Y bus ايش بتاخذ هذا؟ لما حطيناها عليه اشارة. هذه ايش بتقول لي؟ هذه عبارة عن فيكتور. الفيكتور له ماجنتيود وله فيز. الفيز هذه بقدر اقسمها لجزئيتين. لو رحت انا باستخدام الاويلر اكويجن ايش بتساوي هذه؟ بتساوي هذه عبارة عن اي تو ذا جي ثيتا. الان هذه الاي تو ذا جي ثيتا عبارة عن ايش؟ عن كوساين الثيتا هاي بلس جي ساين ثيتا. هذه الآن لو قسمتها لقسمين، هذه بتمثل الريل وهذه بتمثل الايش؟ الاماجينري اللي عندي. نفس الشيء بدي اعمل لهذا، عملتها للادمتنس، بدي اعمل للفولتج. الفولتج في عندي جزئيه بتمثل الريل اللي هي جاي مع الكوسان، وجزئيه بتمثل الموجود عندي اللي بتمثل الاماجينري. therefore the current injected at node I can be obtained as اللي عندي في المعادله الموجوده عندنا هان. بنتكلم عن الاي اللي وهذا التوتال باور، الابيرنت باور بتساوي الاكتف باور زائد ايش؟ يعني الرياكتف باور في هذا المجال. الان الباور فلو كالكولي اكويجن صارت عندي ايش هذه؟ هاي عندي الادمتنس، هاي عندي الفولتج اللي عندي، وهاي عندي الايش؟ الكورنت الموجود في هذا المجال. يبقى الاكتف باور اللي هي بدها تساوي التيار الاي في اليو، هي عباره عن ايش؟ جزئيه الريال باور والاماجينري باور. والريال باور اللي عندي اللي هي بتساوي اليو اي في الاي اي اللي عندي الموجود عندي. وهنا بتكلم على الكومبلكس ككومبلكس في هاي. فبي اي لو بدي اجي اطلع عليها بالتعويض عندي ايش بدها تعطيني؟ بدها تعطيني الكوس، يعني هاي السميشن، هاي بدها تساوي الكوسات، بدي اخذ كل الايش اللي لهم دخل بالكوسات، وهذا بدي اخذ الزوايا في الهاي. يعني عاده ايش بعمل؟ الماجنتيود اللي عندي لكل الايز في الواي الموجوده عندي في الكوسين الدلتا الموجودة هات. نفس الشيء بالنسبة هاي، باخذ الصاين الجزئية الموجودة عندي هات. النتورك نود تايب اللي عندي، في عندي اكتف هات، لما نتكلم اكتف بي، الرياكتف كيو، والفولتج فيز فيزر ماجنتيود اليو اي، والفولتج فيزر انجل اللي بتكلم عليهم في ككل هات. الان يو اي اند دلتا اي ار ستيت فاريبل اللي عندي الاكس والدلتا اوف يو اوف تي، وهذه لها حسبه ثانيه، يعني صعبه نقول لك بالضبط كيف بتعمل في دقائق. بس في حاجات لما انا اعمل انسيدنت ماتريكس، بعدها بعمل كانديديت للستيت، وبناء عليها بنحكي لكم يعني شويه في الدسكشن كيف هذه بنعملها. thus for every node there are in principle two equations. One for active power اللي هي البي اي، and one for reactive power اللي بنسميها الكيو اي. Network node type however with a reference node there would be infinite solution possible. الreference بدي ساوي slack node اللي هي a node in which the voltage phasor amplitude and angle are known, usually the node with the largest generator. هذه بنسميها ايش؟ slack node اللي هي الريفرنس. دائما زي ما حكيت يمكن في المواد الثانيه، الواحد بحب يكون عنده ريفرنس، لانه بدون ريفرنس مثلا احنا في غزه دائما بقول الريفرنس تبعنا لاي دايركشن البحر. اذا انت عرفت وين البحر بتقدر تحدد الاتجاهات. نفس الشيء هنا في لما نتكلم على الباور فلو، لازم تحدد ريفرنس بوينت عشان تحدد الاتجاهات منها في اي المجال. سلاك باس ريفرنس اي ايكوال 1، هاي عندي واحد النمبر اوف نودز 1، وهي عندي النون فاريبلز اليو 1 والدلتا 1 بيساوي 0، وعندي البي 1 النون والكيو 1 هذول بدهم حسبه، والنمبر اوف اكويجن بير باس تايب 0. الان بي في باس جنريشن بدي اروح اي بيساوي 2 لان جي، نفس الشيء هذا بدي يصير زياده عندي
في هذا المجال. ان التوتال نمبر اوف نتورك نودز اللي عندي، وهذا الستيت صارت الستيت عباره عن ايش؟ عن فيكتورز، مش سنجل فاليو زي ما كانت عندي في السابق. النتورك تايب اكزامبل 4، هاي عندي ان عندي 4 نود نتورك. السلاك نود عندي ان 1 الموجود هان، البي في نود 1 اكتف باور بي 2، والبي كيو نود 1 اكتف اند 1 رياكتف باور اكويجن اللي هي بي 3 اند كيو 3، والبي في نود 1 اكتف باور اكويجن اللي بنسميها بي 4. وهي هنا حطيت لنا المعادلات الموجوده عندي وايش الستيتس تبعاتي اللي هي دلتا 2 دلتا 3 دلتا 4 واليو 3. الان بناخذ بريك وبنرجع نتكلم كيف ايش بنسوي في نيوتن رافسون ميثود.